السلام عليكم واهلا مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الحامض المصيار ولا الحامض المخلل بواحد الطريقه سهله وسريعه في التحضير، يعني ما غياخذش معكم وقت طويل باش تحصلوا ان شاء الله على الحامض المصيار. وقبل ما ندوزوا الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، الا كنتوا جداد مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد. وكذلك حبيت نذكركم بلي عندي صفحه على الفيسبوك سميتها شيوات بلادي، مرحبا بكم، ديروا لايك ومتابعة على لاباج. وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله، اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الحامض المصيار ولا الحامض المخلل بواحد الطريقه سهله وسريعه في التحضير، وكذلك بدون مواد حافظه ولا صودا. حضروا كيف البيت ديالكم كما كنعرفوا، يعني الحامض المصيار في الاطباق المغربيه خصو يكون ضروري، واليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطريقه سهله. وكما كنعرفوا جميع هذا هو الموسم ديال الحامض، يعني تبارك الله راه موجود، يمكنكم تحضروا في البيت ديالكم ويبقى معكم مده سنه ولا اكثر كما ذكرت لكم على بركه الله. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه، يمكنكم تقللوا ولا تكثروا. انا عندي هنايا تقريبا واحد 2.5 كيلو. وبالنسبه للحامض كنخطروا الحامض يكون صفر يعني طايب، وكنديروا الحامض اللي كيكون بلدي ماشي الرومي، كيكون على هذا الشكل. بالنسبه للحامض الرومي كيكون الحبه ديالو طويله، يعني هذاك ما ديروش، من الافضل ديروا هذا الحامض هذا. كما كنعرفوا يعني الحامض البلدي هو اللي كيكون مصير ماشي الحامض الرومي، المهم هذا الشيء اللي كنعرف على بركه الله. بالنسبه للحامض يعني راه غسلته وخليته حتى نشف، وكنحيدوا له هاد العويدات اللي كانوا مازالين فيه على شكل على بركه الله. هنا عندي الكسكاس ولا الطنجره ديال البخار. وبالنسبه للحامض يمكنكم ديروه كاين حبات صغار ولا كبار ولا متوسطين كما حبيتوا، غير هو يكون الحامض بلدي ماشي رومي. وبالنسبه لهذه الطريقه يعني من اسرع الطرق اللي يمكن لكم تحصلوا فيها على الحامض المصير، يعني ما كياخذش حتى واحد الوقت طويل كما كنعرفوا. باش نحصلوا على الحامض اللي كيكون مخلل ضروري خصنا ليه واحد 4 شهور ولا 3 شهور. بهذه الطريقه ما غياخذش معكم بزاف ديال الوقت، تقريبا كي واحد الشهر غيكون الحامض ديالكم يعني يتخلل على بركه الله. ودابا ان شاء الله غندوزو وغنكملوا على الوصفه ديالنا. في هذا الوقت كيكون عندنا يعني البرمة ولا الطنجره يعني فيها الماء اللي وصل مرحله ديال الغليان. المهم خليكم معي وغتشوفوا ان شاء الله جميع التفاصيل على بركه الله. وبالنسبه للحامض خصنا نغطيوه باش هكا البخار كيبقى يعني داخل الكسكس والحبات كاملين يتبخروا معنا، لهذا خصو الغطاء يكون محكم، ولا ديروا هكا واحد القطعه ديال البلاستيك وعاد غطاوها كي يمشي غطاء ديال الطنجره ولا اي حاجه. المهم بالنسبه للحامض ديالنا ان شاء الله غنخليوه حتى تفور، اما بالنسبه للمده غنخليه 20 دقيقه يعني ما نخليوهش بزاف، فقط بغينا الحبات ديال الحامض يرطبوا معنا باش هكا نحصلوا داغيا ان شاء الله على الحامض اللي كيكون مسير، يعني الحامض القشره ديالو كترطب. ومنين نكونوا كنفوروه كل 5 دقائق غنخبط هكا الكسكاس وداك الحبات اللي كيكونوا لتحت كيطلعوا الفوق. المهم خليكم معي وغتشوفوا ان شاء الله جميع المراحل على بركة الله. وكما ذكرت لكم من قبل كل 5 دقائق غنخبطوا هكا الحامض ديالنا باش هكا داك الحبات اللي كيكونوا لتحت كيطلعوا الفوق. بسم الله على بركة الله. من بعد ما مرت 20 دقيقة دابا ان شاء الله غنشوفوا على الحامض ديالنا. كما ذكرت لكم كنخليوه 20 دقيقة وكل 5 دقائق كنحركوه. دابا ان شاء الله راه صبح جاهز غنطفي عليه. وملي تكونوا كتفوروا هذا الحامض احسن حاجه هي داك الرائحه اللي كتكون خارجه من الكسكاس، يعني من الطنجره ديال البخار. البيت كامل وكذلك الجيران غيشموا الرائحه ديال الحامض، واحد الرائحه رائعه. المهم يا احبائي دابا ان شاء الله غنطفي عليه على بركه الله على بركه الله. وبالنسبه للحامض راه ما كنخليوهش بزاف، كنخليوه كي غير واحد 20 دقيقه وهو كيتفور، باش هكا هاد القشره ولا هاد الجلده يعني كترطب والحامض ديالنا دغيا يعني كنحصلوا على الحامض اللي كيكون مخلل، يعني ما كياخذش معنا بزاف ديال الوقت. المهم كنرجع وكناكد ما تخليوهاش اكثر من 20 دقيقه. ومنين نكونوا هكايا كنفوروه كل 5 دقائق كما ذكرت لكم كنخبطوا الحامض يعني بحال هذا الشكل، باش الحبات اللي كيكونوا لتحت كيطلعوا للفوق وكياخذوا يعني نفس الطياب، باش هكايا الحبات كاملين كيرطابوا بحال هذا الشكل. وهنايا راه غنديروا فواحد الطبصيل وغنخليه ان شاء الله حتى يبرد، وعاد غندوزو غنكملوا على الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. وهذا هو الحامض ديالنا من بعد ما برد. بالنسبه لهذا الحامض ملي كنفوروه من الضروري نخليوه حتى يبرد، يمكنكم هكا تحضروه في الليل يعني تفوروه في الليل وتخليوه حتى الصباح وعاد تكملوا على الوصفه ديالكم. المهم بالنسبه للحامض ملي نجيو نديروه في القراعي خصو يكون بارد، يعني الحبات ما يكونوش يعني دافيين ولا سخونين.
وبالنسبه للحبه ديال الحامض كما كتلاحظوا معايا القشره ديالو يلاه كترقى شي شويه، يعني الحبه ديال الحامض مازال شاده في راسها، ما كنخليوهاش حتى كيطيب. الا خليتوا الحبه ديال الحامض حتى طابو ما غيبقاوش معكم مده طويله، وفي نفس الوقت يعني كيمني كيتخلل ما كيبقاش محافظ على ديك النكهه ديال الحامض المصير. حنا فقط كنفوروه يعني هكا غير شي شويه باش ما كياخذش معنا مده طويله، وعاد كنحصلوا على الحامض المصير. يعني كما ذكرت لكم من قبل الا كان الحامض المصير غياخذ معكم هكا 3 شهور ولا 4 شهور، هنايا غياخذ معكم غير نص ديال المده. المهم يا احبابي ما نطولش عليكم، دابا غندوز غنكمل على الوصفه. على بركه الله هنايا عندي القرعه ديال الدجاج. بالنسبه للقرعه يمكن لكم ديروا القرعه ديال الدجاج ولا القرعه ديال البلاستيك يعني اللي متوفرين عندكم، ولكن في الاخر الدجاج كيبقى يعني افضل وصحي. على بركه الله هنايا عندي الملح. بالنسبه لهذا الملح هذه يعني ماشي الملح العاديه اللي كنملحوا بها الطعام، هذه كتكون خاصه كنديروا بها كاين المخللات ولا كنديروا بها الزيتون، كتكون هكا حرشه ولا كيقولوا لها كاين ملح مسنينه كما كتلاحظوا معايا كيكونوا كاين الحبات ديالها غلاظ. المهم بالنسبه لهذا الملح راه متوفر عند العطاره وكذلك متوفر عند الناس اللي كيبيعوا الزيتون، فقط قولوا لهم الملح ديال الزيتون ولا الملح مسننه، المهم هي عندها بزاف ديال الاسماء. وبالنسبه للحبه ديال الحامض راه مازال شاده في راسها كما كتلاحظوا معايا، راه ماشي هاريه ولا طايبه فقط رطبه. هاد النقطه هادي ضروريه خصكم تردوا لها البال. على بركه الله وكنعمروها كي من الداخل، كنحاولوا ندخلوا فيها الملح مزيان من الداخل. على بركه الله. وبالنسبه لهذا الحامض اللي بقى لي فانا غنديرو حبات في القرعه، من الافضل تكون كي عندكم شي قرعه كبيره، لان الحامض اللي كنخليوه كي حبات خصو شي قرعه تكون كبيره باش يتهز لكم. المهم بالنسبه للطرق راه كاملين ناجحين، يمكنكم تخليوه حبات ولا تقطعوه كما حبيتو، غير هي كما ذكرت لكم خصكم قرعه كبيره ولا شي خبيه كي باش ديروا فيها هذا الحامض اللي كيبقى كي يعني حبات مسدودين على شكل. المهم انا حبيت غير نشارك معكم الفكره كما ذكرت لكم فانا كنديرو في قريعه كبار باش كتهز لي الكميه كامله. على بركه الله. وهنا بالنسبه لهذا الحامض غنزيدو شويه ديال الملح. على بركه الله. وهنا عندي الماء اللي طيبته وخليته حتى يبرد باش هكا الماء كيتعقم، ومنين كنحضروا بها كاين المخللات ديالنا ما كيخسروش معانا. وكذلك بالنسبه لهذه القرعه هذه غنضيف لها الملح، ندير لها تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. بالنسبه لهذا الملح اللي مميز فيها فهي كتخلي كي الاشياء ديالنا اللي كنخلوهم ما يرشوش، وكذلك الكميه اللي درنا ما كتملاحوش، يعني واخا ديروا واحد الكميه كثيره ما تخافوش من الزيتون ديالكم ولا الحامض ولا اي حاجه تجيكم مالحه. وبالنسبه لهذا الحامض هذا اللي خليته كي حبات غنضيف له شويه ديال العصير ديال الحامض، ضفت له غير نص كاس لان الكميه قليله، وغنعمر عليه بالماء يعني نفس الماء اللي طيبته وخليته حتى يبرد. على بركه الله. هنايا غنضيف له شويه ديال زيت الزيتون، كما يمكن لكم ديروا هكا شويه ديال الزيت نباتي تقريبا هكا واحد جوج مراع كبار. بالنسبه لهذا الزيت فهو كيخلي هكا الحامض ديالنا ما يدرش داك القشره اللي كتكون بيضاء ولا داك الغموليه، يحافظ هكا على المخللات. على بركه الله. وغنسدوا القراعي ديالنا مزيان. بالنسبه للغطايات ديال القراعي الا كانوا كاين كيتسد لكمش مزيان ديروا هكا واحد القطعه ديال البلاستيك، انا عندي هاد القراعي هادو كيتسدوا مزيان، ديروا هكا واحد القطعه ديال البلاستيك باش ما يدخلش هكا معايا من الهواء. على بركه الله. وبالنسبه للقراعي كنخبطوهم بحال هاد الشكل باش هكا داك الملاح يذوب، ومن بعد ديك الزيت واخا كيتحرك راه كيطلع على اللوجه. المهم القراعي هكا خصكم تحركوه مره مره حتى كذوب هاد الملاح. على بركه الله. وهذا هو الحامض المصير ولا الحامض المخلل اللي حضرت معكم اليوم، جوج ديال الاشكال، يمكن لكم ديروه كيان فلاح ولا تخليوه حبات كما ذكرت لكم، الطرق كاملين ناجحين 100%. وبالنسبه لهذا الحامض باش بداو كيتناولوا منه ولا طيبوا منه خصكم تخليوه شهر في هذا القراعي، وعاد من بعد ان شاء الله كنبداو نتناولوا منه هكا غيكون مخلل معكم. اما بالنسبه لمده الصلاحيه اللي غيبقى معكم هذا الحامض فهو كيبقى اكثر من سنه، يعني سنه كامله وانتم كتناولوا منه. فقط بالنسبه لهذا الحامض ني تحلوا عليه هكا وبداو تناولوا منه، الا بان لكم هذه الكميه ديال الزيت اللي ضفتو قلالت زيدوا ضيفوا شويه يا زيت نباتي يا زيت الزيتون باش هكا ما يدير لكمش واحد القشره بيضاء ولا واحد الغموليه، وهكا يمكن لكم تناولوا الحامض ديالكم مده سنه ولا اكثر طريقه ناجحه 100% بدون مواد حافظه ولا صودا. حضروا كيف في البيت ديالكم صالح طيبوا به ولا ديروا به اللي حبيتو، كما كنعرفوا الاطباق المغربيه ما كتخلاش من هذا الحامض المصير ولا الحامض المخلل. المهم يا احبائي هكا نكون وصلت للنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم ولا الفكره. اذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم،
الى كنتو جداد مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما كل جديد. نتلاقى ان شاء الله فيديو اخر وصفه ثانيه. مع السلامه.